السلام الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد انا الفيديو ديال اليوم فيديو مهم ان شاء الله. فرحت هاد الاخت هادي بالتوام، ما شاء الله الاخت خديجه حامل بتوام بعد طول انتظار. واكيد ما تفقدوش الامل، بحال هاد الحالات هادو كيبعتوا على الامل وكيبعتوا على التفاؤل. وان شاء الله تكوني تنتيه من بعد هاد الصبر ديالك ومن بعد هاد الحرمان. ربي يعوض الصبر ديالك ان شاء الله بهاد الفرحه هادي اللي تمنيتها لكم كاملين ان شاء الله. بطبيعه الحال الوصفه كانت سبب في الحمل ديال هاد الاخت هادي. عالجات الاسباب الداخليه، مشات عند الطبيب كاول خطوه، شافت شنو عندها المشكل. ما لقات عندها حتى شي مشكل، واكيد عاونها بفيتامينات اللي هي حمض الفوليك. مهم بزاف لكل اخت فيكم تناول حمض الفوليك بانتظام حتى انه يحصل الحمل. وراه كيتخاتى في فتره الحمل، فهو ما عندوش اضرار جانبيه، بالعكس عنده بزاف ديال المزايا، انه كيمنع التشوهات ديال الاجنه، وبالتالي كتقدري تحصلي على حمل ممتاز ومتكامل ان شاء الله. اول خطوه ديروها هي تمشيو للطبيب. كان عندك تاخر في الحمل، ضروري تمشي للطبيب باش تشوفي، يعني ربما يكون عندك المشكل في الرحم ديالك، ربما يكون عندك تكيس المبايض، ارتفاع هرمون الحليب، الغدة الدرقية مشاكل فيها، يعني بزاف ديال الاشياء اللي ممكن انها تؤدي الى صعوبة الحمل، والعلاج ديالها راه كاين وبسيط. بالنسبة للسيدات اللي الحلم ديالهم انجاب التوائم، يحاولوا انهم يركزوا على التغذية. التغذية تكون متوازنة متكاملة، غنية بمنتجات الألبان، كذلك يعني البطاطا الحلوة تهي ممتازة لسرعة حدوث الحمل، تنشيط المبايض، وكذلك لخروج أكثر من بويضة. وبطبيعة الحال يهتموا بالفواكه، يعني تهما يأكلهم بانتظام. بزاف ديال الوصفات اللي كتقدر أنها تلعب دور كبير في إنجاب التوائم عند السيدات. بالنسبة للسيدات اللي عندهم حلم إنجاب التوأم، لأن كتكون يكون عندك إبادة طبيعية كل شهر، مجرد ما أنك تمشي تديري وصفة، إذا كتشجعي المبيض ديالك أنه يطلق أكثر من بويضة، وبالتالي كتكون احتمالية حدوث الحمل بتوأم واردة. إذا بزاف د الأخوات كيعتقدوا بأن التوأم كيكون خاصو يكون وراثي في العائلة ديالهم، يعني عندهم واحد الحمل بتوأم في الأسرة ديالهم. هذا الأمر كاين، ولكن راه كاين سيدات ما عندهمش علاقة نهائيا بالوراثة وكيحملوا بتوأم عادي جدا. السيدة كتحمل بتوأم إن شاء الله. وخاصك تعرفي كذلك بأن كل ما تجاوزت سيدة عمر 30 سنة فهي كتكون محظوظة، وكتزيد الفرص ديالها في حدوث الحمل بتوأم. بطبيعة الحال يعني كاين بعض السيدات كيتناولوا كذلك أدوية الخصوبة، تهي كتقدر أنها تلعب هذا الدور، بالإضافة إلى الوصفات الطبيعية. والسيدات اللي كيبغيو يحملوا بتوأم في الحقل المجهري تهو كيتم تلقيح أكثر من بويضة. حنا غنبقاو في الأشياء الطبيعية. بزاف الأخوات بغاو هذه الوصفة هذه، وأكيد أنها تكون ممتازة. وصلوا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات باش توصل هذه المعلومة هذه لجميع الأخوات، لربما تكون الفرحة فرحتين ويكون الإنجاب بطفلين بدل طفل واحد إن شاء الله. من ضمن النصائح اللي ممكن أن ننصحك بها هي تناول الميرامية يوميا بشكل يومي. السيدات اللي عندهم انقطاع في الدورة هما يشربوا الميرامية، فهي ممكن أنها تساعدهم على تنشيط المبايض ديالهم. إذا كان هناك بويضات غير جيدة غير صالحة، غادي تنشط وغادي تخرج ديك البويضات، وبالتالي ممكن يحصل الحمل. إذا الميرامية بشكل منتظم يوميا، كوب من الميرامية وكذلك كوب من الأناناس، عصير الأناناس أو الأناناس طري، فهو تهو كيساعد على تنشيط المبايض بشكل رهيب جدا. الأناناس فاكهة معروفة في أنها كتنشط المبايض. تجنبيها فقط في أيام يعني في التبويض، أيام الإباضة حاولي أنك تجنبي هذه الفاكهة، لأنها كتقدر أنها تسبب انقباضات في الرحم، وبالتالي ممكن ما يكملش الحمل. إذا الأناناس تناوليها ابتداء من أول يوم لنزول الحيض إلى غاية اليوم 15، يعني كل ما قدرتي أنك تناوليها فهو غيكون ممتاز إن شاء الله. بالنسبة للوصفة المعجزة، الوصفة القوية لإنجاب التوائم، الوصفة اللي حققت حلم الأمومة لهذه السيدة هذه، وكانت الفرحة فرحتين، وإن شاء الله تنتم تنجح معكم هذه الوصفة. بلا ما نطول عليكم، مكونات الوصفة هي عبارة عن
رأس ملعقة صغيرة من حب الرشاد، رأس ملعقة صغيرة من الحلبة، رأس ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ورأس ملعقة صغيرة من القرفة، ثم رأس ملعقة من الكمون. إذن هذه هي المكونات ديال الوصفة. سأكرر مكونات الوصفة. غادي تحاولي أنك كيف ما قلت لك، رأس ملعقة صغيرة من حب الرشاد، رأس ملعقة صغيرة من الحلبة، رأس ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الإبزار، رأس ملعقة صغيرة من القرفة، ثم رأس ملعقة صغيرة من الكمون. هاد المقادير هادو غتحاولي أنك تخلطيهم جيدا. غادي تضيفيهم لواحد إما كأس حليب إما تضيفيهم للماء. هاد المكونات هادو حليهم بالعسل الطبيعي، خلطي جيدا، الماء يكون ساخن والحليب يكون ساخن، إما ديري الماء إما يكون الحليب. غادي تحاولي انك تغطي على المشروب حتى انه العناصر يندمجوا مع بعضياتهم، يطلقوا في ذاك المشروب، وغادي تناولي هذا المشروب هذا مباشره في اليوم الرابع من الدوره الشهريه، في اليوم الرابع من الدوره الشهريه مده 3 ايام، وانت كتناوليها على الريق. بطبيعه الحال صفي الكوب عاد تناوليه، يعني غيكون اصلا طلق الفوائد ديالو في ذاك المشروب. من بعد كتصفيه عاد كتحليه بالعسل، يعني العسل هو كيكون اخر حاجه كديريها باش كتحلي المشروب ديالك وكتناوليه مباشره. كتري كذلك من صفار البيض، من البطاطا الحلوه، من يعني منتجات الالبان، كذلك البروتين حتى هو ممتاز ان شاء الله، باش تقوي المبايض ديالك باش ينتجوا اكثر من بويضه، وكذلك باش ديك البويضه تقدر انها تعطي يعني توام بدل طفل واحد. حاولي انك تركزي حتى على التغذيه، فهي كتلعب دور كبير في هذه المساله هذه. بالنسبه للسيدات اللي عندهم مشكل كبير ضروري يعالجوه، السيدات اللي ما عمرهم مشاو للطبيب يشوفوا المشكل او السبب وراء تاخر الحمل، ضروري انك تمشي للطبيب تعرفي شنو المشكل اللي عندك باش تعالجيه. السيدات اللي ما عندهمش مشكل، عندهم فقط خلل الهرمونات، يحاولوا انهم ينظموا الهرمونات ديالهم بواحد الكاس من البردقوش او مرد الدوش يوميا مده 15 يوم ابتداء من اول يوم لنزول الدوره، مده 15 يوما باش تنتظم لك الدوره ديالك وتعطي إبادة طبيعية في الوقت ديالها إن شاء الله. وبطبيعة الحال هاد الوصفة هذه اللي ذكرت في الفيديو حاولي أنك تقسمها مع جميع السيدات اللي عندهم تأخر في الحمل، لأنها فعلا غتكون وصفة ممتازة. بلا ما تنسوا كذلك قراءة سورة البقرة. سورة البقرة عندها بزاف ديال الامتيازات، هي كنز عظيم عند كل سيدة، خاصها ضروري أنك تداومي عليها، سواء بالقراءة ديالها مباشرة من القرآن الكريم أو بأنك تلقيها في الهاتف ديالك وتصنتي لها، فهي كتبعت على الهدوء، كتحيد ديك الشحنة والطاقة السلبية اللي كتكون في الداخل ديال السيدة، اللي كتخليها أنها تشعر بواحد القلق واحد الحزن. قراءة القرآن ما كاينش بحاله، وكذلك الدعاء والاستغفار بنية الحمل. بطبيعة الحال الصدقة هي ممتازة، حاولوا أنكم يعني راه قربنا لواحد الفرصة كبيرة بزاف في هذه الأيام هذه، حاولوا أنكم تستغلوها وتقربوا من الله أكثر وتدعيوا الله وتلحوا في الدعاء. بطبيعة الحال أن هذه الأيام هذه ممتازة للأدعية ديالكم، حاولوا أنكم تلحوا وتكثروا من الأدعية وإن شاء الله ربي يستجب لكم. ما تنسوش ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين، وإن شاء الله ربي ما غادي يحرم حتى شي وحده وغادي يفرحها في القريب. وبطبيعة الحال يعني ديما كيف ما كنقول لكم، حاولوا أنكم تعالجوا السبب عاد من بعد ديروا هاد الوصفات هادو باش ينجحوا معكم أكثر. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم هاد الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة. شكرا لكم على التتبع ديالكم للقناة والمشاهدة لجميع الفيديوهات. كنبغي نضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، إلى اللقاء.